مبدئيا انا عايز قبل ما ابتدي التوب بتاعتي اشكر كل الحاضرين، لان بصراحه انا ما كنتش متخيل ان الحضور هيبقى بالطاقه الايجابيه دي. كلكم بصراحه مديني طاقه ايجابيه جامده قوي، وبشكركم ان انتوا عملتوا مجهود، انتوا تقدروا تيجوا النهارده من محافظات مختلفه. وحابب اتكلم عن النهارده ايدنتيفاي يور وورد، يعني اتعرف على العالم بتاعك. حد منكم سال نفسه في يوم ايه اهميه ان انت بتقدر تتعرف على الناس والاشياء؟ ببساطة الإنسان بيستخدم الحواس المختلفة علشان يتعرف على الناس والأشياء المختلفة، وبناء على التعرف ده بيبني قاعدة بيانات جوه المخ ويبتدي يتعامل مع الحاجة دي بطريقة معينة. بس مع الوقت الحاجات والناس كترت قوي وكلها بقت شبه بعض، فبدأنا نفكر إن إحنا نعتمد على التكنولوجيا عشان التكنولوجي عشان نساعد الناس إنها تتعرف على الحاجات بسرعة ودقة أكبر. على سبيل المثال استخدمنا البطايق عشان نبتدي نتعرف على الناس، وللأسف الحرب العالمية الثانية بكل مساوئها كان ليها مميزات كتيرة قوي، إن حصلت طفرة كبيرة قوي في التقنيات بشكل عام، وبدأوا يستخدموا الرادارات في التعرف على الطيارات. والرادار ببساطة هو جهاز بيطلع موجات تخبط في الجسم، ترتد له من خلال الموجات دي يقدر يتعرف على سرعة وحركة الجسم إيه هي. ده الباركود متهيألي كتير قوي منكم بيشوفوا على اغلبيه المنتجات الموجوده حاليا، ومن خلال الباركود بنقدر نتعرف على المنتجات المختلفه. انا زي ما احمد قال اسمي خالد المحجوب، والنهارده حابب احكي لكم قصتي مع الصوره دي. دي صوره ناس بتحاسب في سوبر ماركت، وزي ما انتم شايفين على فكره ده سوبر ماركت حجمه متوسط في امريكا. ساعات الموضوع ده بيبقى صعب جدا جدا، بس ما تخافوش مش دي القصه انا هاجي احكي لكم عنها اكيد. يعني انا كان حلمي ان انا وانا صغير، خير اللهم اجعله خير، ان انا اكون مهندس، وبالفعل الحلم اتحقق واتخرجت من جامعه القاهره قسم اتصالات، وبدات اعمل الدكتوراه بتاعتي في يونيفرسيتي اوف ميسيسيبي في امريكا. واثناء وانا بعمل الدكتوراه حصلت لي حاجه بسبب الصوره دي. اللي منكم سمع عن سوبر ماركت اسمه وول مارت؟ هو سوبر ماركت كبير بيعمل ارباح بالمليارات، وهم بيستخدموا الباركود في التعرف على منتجاتهم المختلفه. جم في نهايه 2005 بدأوا يفكروا ان هم يستخدموا تقنية جديدة تساعدهم في ان هم يتعرفوا على الحاجة بدقة وسرعة اكبر، وبالفعل طلبوا من كل الموردين بتوعهم ان هم يبتدوا يستخدموا التقنية دي. اللي حصل انا نفسي ما كنتش متوقعه ان الشركات كلها بدأت تدفع فلوس للمراكز البحثية المختلفة انها تبتدي تدرس وتطور التقنية دي، واتفتح عندنا في University of Mississippi Lab لدراسة التقنية دي، وأنا كنت من أوائل الناس المنضمة ليه، فهو غير مجرى الدكتوراه بتاعتي. أول سؤال سألته لنفسي زي ما كلكم بتسألوا هو التقنية دي اسمها إيه؟ التقنية دي اسمها UHF RFID، هو سيبكم من الكلمات الكتير، RFID اختصار لراديو فريكونسي ايدنتيفيكيشن، وهي تقنية بتستخدم الموجات في التعرف على الحاجات من على بعد لاسلكيا. الموضوع ان بتشتغل ببساطه زي فكره الرادار، عشان كده اتكلمت على الرادار. انا عايز اشوف الليزر بوينتر شغال. طب الموجات بتطلع تخبط في التاجز اللي ملزوقه على المنتجات دي، ترجع للريدر يقدر يتعرف على المنتجات المختلفه. طيب السؤال الثاني، وزي ما انتم شايفين التاجات دي صغيره وهي عباره عن جزئين، جزء عباره عن اريال بيستقبل الموجات وشريحه ذكيه جواها، وهي مش محتاجه بطاريه، تقدر تشتغل من غير بطاريه لانها بتاخد الطاقه بتاعتها من الجهاز اللي بيقراها. بدأت أسأل نفسي هي إيه مميزات التقنية دي اللي مقارنة بالباركود اللي هو السيستم المستخدم حاليا، واكتشفت الآتي اللي حابب أشارككم فيه. مقارنة بالباركود تقدر تقرأ 1200 منتج في الثانية مقابل منتج واحد، وده نابع من طبيعة إنها تتقري لاسلكيا من على بعد، فمش محتاج تحط المنتج بتاعك زي الباركود قدام الجهاز اللي بيقراها، بيسموها ناين أوف سايت، نان لاين أوف سايت الترم الهندسي بتاعها. كمان زي ما ونتيجة الطبيعة دي يا جماعة أقدر أتعرف على أماكن المنتجات بتاعتي بدقة زي فكرة الجي بي إس، بس جوه المباني بيسموها indoor localization. الأكتر من كده إنها فيها أي سي هاية أو تشيباية، التشيب دي تقدر تكتب المعلومات عليها وتمسح وتقرأ المعلومات وقت ما تحب. كمان ممكن يكون فيها سنسورز أو أجهزة استشعار تستشعر حاجات مختلفة زي الحرارة والضغط وهكذا. تالي دلوقتي كلنا بدأت توضح الرؤية عندنا لمؤسسات كبيرة قوي فكرت تستخدم التقنية دي. أنا كصاحب مكان
هبقى قاعد في مكاني شايف المنتجات اللي على الرف، عارف هي فين، عارف ايه اللي اتباع وايه اللي لسه موجود، ايه اللي صلاحيته قربت تنتهي، رؤيه كامله للمكان وانا قاعد في مكاني مش محتاج اقوم ادور على المنتجات. كمان احنا كمستهلكين، ودي الحته المهمه، انا بالنسبه لي ما يهمنيش صاحب المكان، انا مش صاحب المكان، بس يهمني انا كمستهلك هقدر اعرف معلومات اكتر بكتير قوي عن المنتج بتاعي، لانه ببساطه من ساعه ما المنتج خرج من المصنع لحد ما وصل لايدي يقدروا يكتبوا عليه معلومات ويمسحوها زي ما هم عايزين. زي ما قلت كمان، نفترض ان هو بيقيس الحراره، فتقدر تعرف درجات الحراره المختلفه اللي عدى بيها المنتج لحد ما وصل لايدك. فلو هو دواء على سبيل المثال، تبقى عارف ان هو صالح للاستهلاك الادمي ولا لا. الاكتر من كده، ان ما عادش فيه وداعا خلاص لطوابير السوبر ماركتس، هحاسب على 1200 منتج في الثانيه بدل ما بحاسب على منتج واحد. طيب بعد ما خلاص عرفنا التقنيه وفهمنا بتشتغل ازاي ببساطه، وبدات اسال نفسي احنا ازاي ممكن نطورها، ونجحنا احنا كفريق عمل ان احنا نحط اطار عام لتصميم التاجز دي بحيث انها تتقري من على مسافه ابعد. فلما تتقري من على احنا وصلنا حتى 18 متر، فلما تتقري من على مسافه ابعد بنحسن كفاءه التقنيه ككل. الاهم من كده، ودي كانت فكرتي الشخصيه، ان انا غيرت شكل التاجات الهندسي ونجحت ان انا استخدم اللوجو بتاع الجامعه بتاعتنا والعلامه التجاريه. فزي ما بنقول بالمصري، انت عارفين المصريين دايما بيحبوا يعملوا يضربوا عصفورين بحجر واحد. دلوقتي تقدر تعمل ماركتنج او تعمل اعلان لشركتك عن طريق العلامه التجاريه او اللوجو بتاعك، وفي نفس الوقت تقدر تتابع منتجاتك بمنتهى الدقه والسرعه. عرضت الفكره على اداره الجامعه وفوجئت ان هم رحبوا بيها جدا، لدرجه ان رئيس الجامعه طلب مننا ان احنا نعمل بايلوت بروجكت، يعني مشروع صغير جوه الجامعه يشوف مميزات التقنيه ايه. وبدانا فعلا نفكر نستخدم التقنيه في المكتبه بتاعه الجامعه، بحيث انا كان عندي مشكله، ما اعرفش اللي منكم عنده اونلاين سيستم في الجامعه بتاعته، كنت الاقي الكتاب اونلاين موجود بس اروح المكتبه مس بليست، محطوط في مكان تاني مش عارف اوصل له. فانا باستخدام التقنيه دي اعرف احدد فين اماكن الكتب، وبالتالي الطلبه والناس اللي شغاله في الجامعه حياتهم تبقى اسهل بكتير. كمان اللي فقط حسن من الحواس، على سبيل المثال المكفوفين دلوقتي ما عادش محتاج اي حد من اي مساعده من اي بني ادم، يقدر باستخدام التقنيه دي يعرف اماكن الكتب فين لوحده. على فكره مكتبه اسكندريه هنا في مصر مطبقين فيها، احنا مطبقين فيها السيستم ده. كمان متهيألي دي بقى حاجه هتلمس كل واحد فينا، الباركنج بتاع الجامعه، عشان العربيات بيبقى عليها البادج بتاع الجامعه، عشان تخش تعرف تركن في الجامعه بيبقى عليها اللوجو بتاع الجامعه، تقدر من خلال التقنيه دي تعرف الاماكن الفاضيه فين في الباركينج، تتبعت لك على تطبيق على التليفون قبل ما تروح تقف في الزحمه وانت مش عارف المكان فين. انا حاليا شغال مدير في شركه ريمبل نافيجيشن، مدير فريق بنعمل على تطوير وتصميم الحلول باستخدام الار اف اي دي، وفي نفس الوقت انا من الام اي تي شغال ريسيرشر في الام اي تي مع اوتو اي دي لاب، وهو واحد من اكبر او اللابز الرائده في التقني في تصميم وتطوير التقنيات التعرف بشكل عام، عشان كده اسمه اوتو اي دي لاب. ومن خلال شغلي انا دايما مقتنع ان المهندس مش مجرد ان هو بيتعلم نظريه، الهندسه هي تطبيق العلم، فلازم يكون ايده كمان في الصناعه. فمن خلال شغلي سواء في الصناعه او في البحث العلمي، فقعدت افكر في التطبيقات المختلفه للتقنيه دي ممكن نستخدمها فيها، واكتر من كده شكل الحياه في المستقبل هيبقى عامل ازاي. احب اقدم لكم الثلاجه الذكيه، وهي ببساطه ثلاجه فيها جهاز بيقرا الار اف اي دي، فتقدر تعرف المنتجات اللي جواها ايه خلاص، وتقول لك ايه اللي قرب صلاحيته ينتهي، وبالنسبه لنا استهلكت كم سعر حراري، فبيعمل ريجيم نقدر نبعت لك جرس ان انت استهلكت اكتر من سعرات حراريه معينه. وبالنسبه لنا احنا هنا في مصر ممكن يبقى نكهرب باب الثلاجه على خفيف يعني. طيب احب اطمن كل ام وكل زوجه ان من النهارده ما عدناش هنقدر ننسى اي حاجه، لان ببساطه الثلاجه لو اتوصلت بالانترنت، انا لو سمحت محدش يوصلها بالانترنت، بس لو اتوصلت بالانترنت هتبعت على التليفون بتاعك تقول لك ان انت الحاجه الفلانيه ناقصه، فما عادش ليك حجه تقول فاكرين الورقه بتاع زمان تتلزق على باب الثلاجه ما عادش ليها لازمه خلاص. الاكثر من كده،
النظرة ساعد زي ما قلت لفقد حاسة من الحواس انه يتعرف على الحاجة. واحنا كمستهلكين تقدر تعرف في كم صورة حرارية في المنتج، معلومات اكتر بكتير او عن المنتجات. التطبيق الثاني هو تطبيق برضو دمه خفيف جدا، ومعرفش اللي منكم دخل يروح يشتري لبس برضو. غرفة تغيير الملابس الذكية، طيب كل حاجة دلوقتي التليفون بقى ذكي، كل حاجة في حياتك بقى فيها نوع من انواع الذكاء. مع الموضوع ببساطة ان انت، او على فكره الحاجات دي احتمال كبير قوي، انا شفتها في شو وبنعمل على تطويرها، كان بيستخدموا الريدرز بتاعتنا، بس الفكره ان هي هتبقى في المستقبل القريب جدا هتشوف الحاجات دي. غرفه تغيير الملابس او ما هتخش كل المنتجات هتتقري وايرلسلي لان فيها الار اف اي دي، فالمرايه اللي قدامك تتحول لتاتش سكرين توريك شكل الهدوم هيبقى عامل ازاي، وللبنات اللي بيحب ايه اللي يليق مع ايه، وايه اللي عليه ديسكاونتس النهارده. وفي موقف كان بيحصل لنا شخصيا، بعد ما خلاص جبت حاجات جاي تقيسها لقيت محتاج نفسك محتاج يا اما مقاس اكبر يا اما لون مختلف، كنت تعملوا ايه؟ حل من حلين، يا تلبس هدومك كلها وتخرج تجيب اللي انت عايزه، يا اما لو معاك حد بره بتزعق وكل المحل يعرف انت مقاسك او اللون انت بتدور عليه ايه، واحتمال تلاقي واحد غريب جايبه لك اصلا. دلوقتي مش محتاج تعمل كده، لان ببساطه هتاتش السكرين اللي قدامك، المعلومه هتوصل للناس اللي بتشتغل في المحل بره ويجيبوا لك الحاجه اللي انت عايزها. يا جماعه الهدف من التقنيات دي ان احنا نتعرف على الحاجه بدقه وسرعه اكبر. طيب حابب اخدكم لشكل الحياه اللي منكم سمع نتيجه انتشار الار اف اي دي ده وقال لك خلاص المنتجات كلها يبقى عليها ار اف اي دي. برضه الاوتو اي دي لاب ظهر ترم اسمه برضه في الام اي تي اسمه الانترنت اوف ثينجز. تاني هتلاقي كتير منكم سمعوا عنه، وهو معناه انترنت الاشياء، بمعنى ان كل حاجه حواليك تبقى متوصله بالانترنت، او انا شايف كلكم سمارت فونز كل ده متوصل بالانترنت. طيب لما حاجه زي كده تحصل وتتعمم ايه اللي هيحصل؟ حابب اخدكم لشكل الحياه في المستقبل، منها نقدر نتكلم عن المدن، نتكلم عن الطاقه، نتكلم عن حاجات كتير قوي باستخدام التقنيات دي. شكل الحياه في المستقبل هيبقى عامل ازاي؟ كل حاجه حواليك هيبقى فيها نوع من انواع الذكاء الاصطناعي، بمعنى من اول البيت اللي بيعرف ان انت خرجت منه فيوفر الكهرباء ويقفل الانوار، لحد الثلاجه اللي بتقول لك انت اكلت ايه، لحد العربيات لو تسمعوا حاليا العربيات اللي هتبتدي تقول لك الطرق الاسرع فين، استهلاك البنزين الاقل هيبقى عامل ازاي، وممكن العربيه تسوق نفسها، لاشارات المرور اللي هتوفر على حياتنا حاجات كتير قوي. يعني المرور هنا يعني ازمه كبيره قوي، الاشارات المرور يبقى فيها نوع من انواع الذكاء تتغير وقت ما يكون الوقت مناسب. كل الابحاث اللي احنا بنعملها في الام اي تي او في الشركه، لان الصناعه برضو مهمه، لان مش دايما الفكره لازم تطبيق الفكره كمان يبقى مهم قوي. ومن خلال على فكره شغلي في الصناعه عرفت ان في معوقات كتير قوي في المستقبل ممكن نواجهها، وده بيعلمك ازاي تعرف تعدي المعوقات دي. كل اللي احنا بنحاول نعمله ان احنا نخلي حياه الانسان اسهل واذكى واسرع، بحيث ان كل حاجه حواليك تساعدك على اتخاذ القرار السليم، سواء على مستوى الافراد او مستوى المؤسسات او حتى مستوى الحكومات. ودي امتهالي حاجه مهمه قوي. هرجع بيكم تاني للحاضر ونتكلم عن دول بدات تستخدم التقنيه دي في قطاع الصحه وخصوصا المستشفيات. المستشفى ممكن تقسمها لثلاث حاجات رئيسيه، البشر اللي هي الناس اللي في المستشفى سواء الدكاتره او الممرضين او المرضى، والاجهزه اللي هي اجهزه القياس المختلفه، والادوات اليوميه اللي بتبقى موجوده بشكل يومي زي الحقن والملايات وهكذا. وهاخدكم في سيناريو بيحصل حاليا، انا ما بتكلمش عن المستقبل بكلم في الحاضر. اول ما المريض بيخش المستشفى بيعرف ان خالد مثلا على سبيل المثال جه نتيجه الار اف اي دي اللي معايا، فيظهر سجل علاجي كامل للمريض، واللي منكم دكتور في القاعه هيقدر يعرف اهميه قد ايه ان انت تبقى عارف تاريخ العلاجي للمريض، بيحسن كفاءه العلاج بشكل رهيب. الاكتر من كده اداره المستشفى تقدر تعرف مين اللي موجود عندها في المستشفى، الستاف اللي موجود النهارده مين، وتقدر وقت الازمات او وقت الطوارئ تتعامل معاهم بشكل اكثر كفاءه. نفس الكلام للاجهزه، همنع سرقه الاجهزه الغاليه على سبيل المثال. الاهم من كده حياه البشر مهمه يا جماعه، الاهم من كده في دول جنوب شرق اسيا بداوا يستخدموا التقنيه دي في التعرف على الادوات اللي بتيجي من اقسام الامراض المعديه، ويقدر يتعامل معاها بشكل مظبوط. يعني انا عايز اوريكم اهميه التعرف قد ايه على الحاجه، لما اعرف ان ده جاي من قسم امراض المعديه هتعامل معاها بالطريقه اللي هي المفروض يتعامل معاها بيها، وبالتالي ما تخشش انت المستشفى عندك مرض بسيط تخرج عندك كارثه لا قدر الله. انا اتكلمت عن المستشفى
نفس الفكرة زي ما كان أحمد بيقول، نقدر ناخد الـ ناخد كل الـ ناخد الـ نفس الفكرة، أقدر أعمم الفكرة دي على أي مصلحة حكومية. يعني مش لما رخصتك تتسحب يبقى انتهى الأمر، اضطر تطلع بدل فائد. أنا وأنا صغير كان حلمي إن أنا أكون مهندس، والحلم الحمد لله اتحقق. والنهاردة أنا جاي مخصوص عشان أشارككم في حلم هو مش هيتحقق غير بينا كلنا. التقنيات دي يا جماعة، أنا نفسي أشوف بلدي بتستخدم التقنيات دي في تسهيل حياة المواطن، وإن شاء الله ما نبقاش بس مستخدمين، لأ كمان نبقى مطورين ومبدعين في التقنيات دي. لأن ببساطة التقنيات دي تقنيات لسه جديدة، ومجال البحث والتطوير مفتوح فيها وكبير، ومش بس مقتصر على المتخصصين، كل واحد مننا في مجاله يقدر يستخدم التقنيات دي، من أول مساعدة المكفوفين زي ما أنا قلت كبار السن لحد تعليم الأطفال. وأنا هقف هنا واقفة لأن أنا لازم أبتدي أعلم ابني من دلوقتي إن المستقبل هيبقى عامل إزاي، لأن هو مبدع ومطور المستقبل. إيه رأيكم نحلم السنة الجاية إن شاء الله إن تاد إكس كايرو يبقى بيستخدم الـ RFID في الريجستريشن بتاعته، ونقف 5 دقايق بدل أيا كان الوقت اللي إحنا وقفناه النهاردة. وأنا أساعدهم على كده. في النهاية أنا حابب أقول إن إحنا عمرنا ما هنوصل للحرية اللي إحنا بنحلم بيها بجد إلا من خلال تطوير التعليم والبحث العلمي. شكراً يا جماعة.